قرية عدني من القرى الجبلية الواقعة بالأربعانة تراثا بولاية تيزي وزو، وهي تنفرد بأنها تنقسم إلى 5 قرى، وكل قرية تجعل من عدني مميزة ومنفردة، كما أننا لا نجد فيها لا معالم سياحية ولا تاريخية، إنما جمالها يكمن في طبيعتها الرائعة وأشجار الزيتون المحيطة بها. أخلاق ذي ثدرت نادي ذي ثدرت ديوزكان ذي ثغوان تنير جن ذي لا دار لا رفانا 30 ولاية تيزي وزو ديوزكان قريب 20 كيلومتر نسي ولاية تيزي وزو يكفرقنا في 5 قرارين عندها الجماعة كادير مستيكا ذي تشد إنسان تاريخ لقاي مليح زباد نينين ولا ذي بن خلدون شي عفو ربي يمسلي فلاش يمسلي الثغلة يعني الشمسي نافع عبد السماد عدني رغم بساطتها إلا أنها كانت مهد العديد من الكتاب والشعراء، فلا يمكن أن نتكلم عنها بدون التحدث عن عمر سعيد بوليفة، أحد أعمدة الأدب وأقدم مؤرخي المنطقة، وأول من كتب التاريخ باللغة الأمازيغية. عدني ستان كران فيلاج، يسات تاريخنا عدني، تصيك عدنا فيلاج، ضرب دي باطاي ذاك عدني. الطاس يدن دي بوات دي هذنيا ود نهضر في هذنيا ود نهضر في بوليفا بوليفا في ميسنا هذنيا يفضى في كلين سامزولو تاكي ذي هذنيا يخدم القانون هذني دونك إلى القانون تاكي ذي هذنيا بوليفا يكتفيث. قرية عدني ببساطتها تحمل داخلها 5 قرى، كل واحدة لها اسمها وتاريخها، وأنجبت الكثير من الكتاب والشعراء ما يجعل سكان المنطقة يفتخرون بها. نختم أخبارنا مع عاشور عبد الكريم من بجاية، حرفي في النحت على الخشب، مزج بين حب الحرفة